مرتده في الهجمه الى دينيلسون. دينيلسون بيحاول يتقدم بهجمه صالح فريق نادي النصر. دينيلسون يفتح الملعب ويلعب كره لنفسه. دينيلسون يحاول يتقدم، ما تزال الهجمه. دينيلسون يمر، دينيلسون يسجل، دينيلسون يعمل العمايل من مجهود فردي كبير وانطلاقه في منتصف ملعب فريق نادي الحزم تماما، وفي العمق يمر من جميع المدافعين ويعمل له حركه بكم مليون دولار. كان هو اغلى لاعب في العالم عام 98.